السلام عليكم أصدقائي في حلقة جديدة من توقعات تيرسي بما يخص كورس غداء إن شاء الله الأربعاء 11/11/2020. كورس غتكون 16 عود، مسافة 2400 متر، لبري 40,000 ديال الأورو. على أين أصدقائي كنحاول ما أمكن باش نقربكم من اللعب ونبين لكم الأرقام المرشحين بكثرة للفوز بالسباق ونسهل عليكم المأمورية والكمال على الله. السطر الأول دائما الفافوري السلكسي والأرقام المرشحة بكثرة للفوز بالسباق 9 12 5 4، هذا هو الفافوري وهذا هما الأرقام المرشحين بكثرة للفوز بالسباق. السطر الثاني دوزيام فافوري 13 14 11 10 8، والسطر الثالث طوكال 15 3 1 6 7، والرقم الأخير دائما كنصرفوه والصرف ديال 16 هو رقم 7. لا بازا أصدقائي، 12 2 9، يقدروا يربحوا بثلاثة، يقدروا يربحوا غير جوج، يقدر يربح غير واحد. فيس 5 4 11 13 14، هاد الأرقام تيبقاو زوينين نوعا ما. بوم 8 ولا 10، في هذه الحالة كنختاروا الرقمين بجوج. توقعات قناتي 12 2 9 5 11 13 8 10. كنتمنى لكم حظ موفق الأصدقاء، الله يسهل عليكم كاملين يا رب. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.